جنينة بالعالم، جنينة فنفر. الطقس حلو كتير والطبيعة أحلى. صار وقت نبلش، بس الكل بعده نايم، ما حدا بيعرف قيمة هالجنينة الحلوة. أنا فايتة وعيهم كلهم، جاهزين؟ مشوا معي. العقل السليم بالجسم السليم، وما في أهم من الرياضة ليكون جسمنا قوي. ومشان هيك أصحابي لازم كل يوم يبلش نهارنا برياضة صباحية مثل بمزرعتنا فان فارم. وانتو شو ناطرين؟ يلا كلكم سوا جهزوا حالكم، بكل نشاط نوقف ناخد نفس عميق لأنه الرياضة رح تبلش. مشوا معي لنشوف أصحابنا إذا صاروا جاهزين. عم تلعبوا؟ واو شو حلوين هالألوان، يلا يلا يه بسرعة دبوا الألعاب كلها لازم نبلش. يه مع مين عم بحكي أنا؟ أوكي أصحابنا بالبيت ناطريننا، صار لازم نبلش. اليوم رح نبلش على القاعد، كلنا سوا منقعد ومناخد نفس عميق من منخارنا، منكب النفس من تمنا، كمان مرة نفس لجوا لبرا، ورح نبلش نحرك رقبتنا من الشمال على اليمين، كمان مرة شمال يمين. أوكي شمال يمين. وهلأ رح نبرم راسنا على فرد ميل، بنطلع على ميلة الشمال وبنطلع على ميلة اليمين، كمان مرة من ميل لميل. رح نرسم سيركلز براسنا، يعني منحرك الرقبة على شكل دائرة، نبرم نبرم. أوكي ورح نغير ميل على تاني ميل، بنجرب نفس الشي. هلأ رح نمد إجرينا لقدام ونعلي إيدينا لفوق، ظهر جالس والركب كمان. عم نعمل مثل كأنه نحن ساندويتش. سكرنا الساندويتش، رح نفتح الساندويتش ونحط بقلبها جبنة وخضرة كتير طيبة، ورح نرجع نسكرها مرة جديدة. يامي خلوا ركابكم مشدودين. هلأ رح نركع كلنا سوا على ركابنا، ورح نعمل بظهرنا مثل البسينة ومثل الحصان. أوكي الكات بسينة بتعمل ظهرها مدور، أما الحصان بيعلي راسه لفوق وبكون ظهره على شكل مقوس. كمان مرة بسينة حصان. هلا عم نعمل مثل كأنه نحنا نفق أو تونيل. تونيل كتير كبير. شدوا إجريكم. رح نقعد كلنا سوا على المات
ونلعب لعبتي المفضلة البايسيكل. أوكي، مين بيسبق عادة منكم؟ لكن لازم تسرعوا أكتر أكتر أكتر. واو، بالبيت عم تشتغلوا كتير منيح، برافو. بعد حركوا إجريكم. أوكي، هلأ رح نقعد لنعمل ستريتشينج من ميل عميل. جرب ندق إيدنا بالأرض، تاني ميل كمان، كمان مرة من بدي. أوكي، صرتوا كتير شاطرين وقوية. نفس عميق، هيك بنرتاح كلنا سوا. حاسين حالكم نشيطين؟ وأنا كمان. شجرة التفاح، بومية، أبل تري. An apple a day keeps the doctor away. هالمثل المشهور يلي بقول كيلو تفاحة بالنهار وما بتعود تزوره الطبيب. شو السبب؟ لأنه بالتفاح في فوائد كتيرة ومهمة، وثلاث تفاحات دخلوا التاريخ: تفاحة حواء، تفاحة الجاذبية، وتفاحة التكنولوجيا الشهيرة. خلونا نتعرف أكثر على شجرة التفاح ونتعلم كيف تنزرع وكيف نعتني فيها. يلا لعند بيلي كلنا سوا، يلا على الشغل. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة وعشرة. هودي صاروا 10 صناديق تفاح. ها؟ فاني اعطيتها حصتها وهودي اخذهم على السوق هلا منبيعهم. مرحبا اصحابي، لشو كل هالكمية من التفاح؟ لأنه التفاح مش بس فينا ناكلهم، فينا نعمل منهم طارة التفاح، مربى التفاح، وأكيد خل التفاح يلي منحطه بالسلطة بدل الحامض. لبنان بيتميز بزراعة التفاح وبصدر منهم للبلدان العربية، والتفاح بضاين كتير، مش مثل نجاص مثلا يلي بينتزع دغري لانه فيه كمية مي كبيرة. ومن زمان اشتهر نوعين من التفاح، الجولدن الاصفر والستاركن الاحمر، وفي عنا كمان التفاح السكري الصغير والحامض الكبير. وانا شخصيا بحب اكل التفاح الحامض الكبير مع ملح، اكلة. بس ترد التفاح. وبالعالم في عنا 7500 نوع تفاح، وفينا نزرعه من البذور أو فينا نزرعه من الشتل. شجرة التفاح بدها حوالي 4 سنين من بعد ما تنزرع لتنمى وتصير فيها تقدر تعطينا من الثمار تبعها. بس شجرة التفاح بدها عناية كتير دقيقة لأنه معرضة أنها تنصاب بالأمراض، بيصفر ورقها ومعقول الدود يفوت ويكلها للتفاحة. بس أنا تفاحاته للمزارع بلي أحلى تفاحات بالبلد، وهلأ نازل على السوق وبدي بيع التفاحات، وأكيد كلهم رح يشتروا من تفاحاتي لأن ما في تفاحات أحلى منهم. وهيك أنا بدي وداكم أصحابي وبشوفكم بالمرة اللي جاية. باي. Zucchini.
شيك وساع يام 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 نقول الشوكولا يام 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 إلا البطاطا يام 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 عيوني سيكوري يام 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 لبنتي بسمك فاني جوال سوري تاخرت عليك فاني التهيت كنت عم جيب لك سله الفواكه اللي طلبتيها مني وتاخرت شوي معلم انا اصلا خلصت كل شيء خلصت كل شيء يعني ما بقى عايزه سله الفواكه عم بمزح جوال فرجيني هالسله اوه هودي كلهم من فانفار اكيد من فانفار طيب فاني شو رح نحضر اليوم قبل ما نحضر بدي اخبرك شيء شو طلبت من تريكسي انه تحضر لي بطاقات كرمال عين مطرح كل واحد منكم على طاوله العشاء وافقت ايه اكيد وافقت لانه اليوم كلنا بدنا نتعشى سوا عندي انا كثير بحب اتعشى عندك انا اليوم حضرت شيء كثير حلو بالتفاحه أوكي. عملنا مثل بركان بدك تعمليه اكيد اوكي قربي لعندي تتسدي اكيد مغسله ايديك فاني ولا وشو هالسؤال ما قلت لك تاخرت التهيت بسله الفواكه ولا غسل ايدي ومشان هيك وصلت متاخره اوكي لكن اول شيء بدنا نشيل هيدي اوكي التفاحه خليني انا جرب اعمل بدي شفت ايه شفت إيه؟ هيدي عندك بدك اقدر في افختها ايه بدك تجربي تفختيها بس ما أوكي. بدك توصليها لتحت وبدك تنتبه على ايدك يلا قربي فرجي هيك وي وببرم نعم. وببرم ايه تبرمي 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 وبدك تشيلي هولي اوكي هلا بدنا نقضى ما عليك حلوه لنعمل قدح فيها مزبوط هلا شوفي شو بدنا نحط بقلبه اوكي بعد اذا بعد بدك شوي فيك تشيليهم بالسكين بس شو عم نحضر بدنا نعمل فيها بركان فولكينو يعني فولكينو بوف بوف معقول يطلع شيء من قلبه معقول اوكي مفاجآت كثيره مع فاني اوكي الفواكه كثير مهمه مش مزبوط مزبوط لانه مليانه بالفيتامينات يلي بتساعدنا تنمو وبتساعد عظمنا وبتساعدنا بالهضم صح وانتو لازم تاكلوا 5 قطع فواكه بالنهار او خضره كمان مزبوط هلا لما نشيل الحشوه يلي بقلب التفاح بدنا نحط اول شيء زبده اوكي اوكي طيب زبده مع تفاح بس انا بحب اقرشها هيك من دون ما احط لها شيء ايه بس هيدا الفولكينو لازم تحطي لها زبده ليه لانه الزبده لما نحطها ونسخنها بتدوب فنحن شوف شو رح نعمل في مفاجأة لكن بدنا نسخن مزبوط والخبز لشو؟ الخبز لأنه بدنا نحطه تحت التفاحة بالفرن لأنه لما التفاحة رح تدوب رح ينزل منها زوم كمان طيب. ما نجوي الصينية أوكي شوفي كيف رح تصير شو رح أعمل بالخبزة؟ فيك كمان تحطي لي زبدة على الخبزة يامي أنا قلت إذا رح تطلب مني هذا الشيء رح أكون كتير مبسوطة لأنه وقت اللي بندهن على الخبزة زبدة بصير كتير طيب صح بتصير طعمتها طيبة كتير أوكي في حط شوية قرفة القرفة بنحطهم بقلب التفاحة صح وفينا كمان نزين فيهم الخبزة والسكر لشو؟ كمان السكر بدنا نحطهم عليهم كرمال بس ما منكتر لأنه أنا بعرف فاني إنه بقلب الفواكه في سكر طبيعي مزبوط والسكر كترته ما أنا منيحة بتصير صح أوكي بدنا نحط شوية قرفة بقلب التفاحة فينا نحطهم هيك حواليها بدك تجربي؟ في هيك أعمل تك 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 مزبوط. تك وشوية سكر تك 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 برافو جوال هلأ بنظف من ورايا أكيد بدك تنظفي هلأ فينا نحطها بالفرن شوفوا كيف رح يطلع شكلها يامي بس أكيد مش بهيدا الصحن هلأ ننقلها على صينية أكيد جهزت وحدة قبل فاني يامي بعدها سخنة أكيد حتى على الخشب ما بنحطها على البلاستيك اكيد لانه بدوب طيب هلا رح احط لك اياها بصحن كرمال تذوقيها انتبهي ما توقع وتفضى من قلبها لا اطيب شيء الزبده اللي دايبه بقلبها مزبوط جوال والقرفه ريحه القرفه يامي هيدا صحن
بس انتبهي لأنه كتير سخنة. أوكي. وهلأ نحط هيدا مطرحة ومنحطها بالفرن. يلا حطينا. انتبهي سخنة. أوكي. Five apples plus five apples equal 10 apples. خمس تفاحات ناقص تفاحة واحدة بيساوي أربع تفاحات. جوان جوان عرفت شو صار بصديق سنوبي؟ لا شو صار؟ شوبان تفضل. أكل لحمة وتسمم وجيبوا له بيطرة وقال إنه اللحمة اللي أكلها فيزد. معقول؟ يا حرام سنوبي، تجار اللحمة الفاسدة صاروا كتار وعم بيجيبوا لحمة رخيصة ويحطوها بمطارح مش مبردة ولا نظيفة وبيرجعوا يبيعوها وهيك بضروا الناس حتى يربحوا شوي أكتر. شو هالمصيبة؟ بس اللحمة كتير ضرورية لجسم الإنسان. شو بعمل أنا؟ أنا بحب كتير اللحمة، شو بدي أعمل هلأ يا جوال؟ شو؟ إذا كان في ناس بلا ضمير هيدا ما بيعني إنه كل اللحمة فاسدة، لأنه في لحامين كتار وتجار لحمة عندهم ضمير ومصداقية. نحنا كيف منعرف اللحمة المنيحة من اللحمة الفاسدة؟ أنا رح أقلك. لازم تجيب اللحمة من عند لحام توثق فيه وبتعرف إنه لحمته بلدية. بالنهاية اللحمة مهمة وضرورية لجسمنا وما فينا نقضي العمر بلا ما ناكل لحمة. صح، بس المسؤولين مش لازم يعملوا شيء؟ أكيد في مسؤولين بهموا مصلحة المواطن وما بيقبلوا بالإهمال وعم بيلاحقوا المحتلين، ونحن على أمل إنه ضمير بعض التجار يوعى كرمال أطفالنا ومستقبلهم. خلينا ننسى اليوم الهموم والمشاكل وخلينا أنا وياك وأصحابنا نرقص ونغني ونتسلى كمان. أوكي. Bien. Je suis un petit chien, il est vivant, câlin.
واو شو كبيرة. كثير؟ هاي جوال. هلو. بتعرفي انا ما عبالي اليوم اعمل هاند كرافت، وما حبيت الرسمه اللي بعثوا لنا اياها اصحابنا، وراح خليك تشتغلي وحدك وهلا برجع بعد شوي. انا بدي اروح. لوين جوال؟ خليكي خليكي ارجعي جوال. طيب رجعت تريكسي، شو محضرتي لنا اليوم؟ بتعرفي ليش فليت؟ انا عرفت انه اليوم اللي محضرتيه بدك تهديه لفاني، مره بيلي بيهديكي، مره انت بتهدي فاني، ولا مره حدا فكر فيي. كل مرة منفكر فيك يا جوال، دايما منجيب لك هدايا، مش مزبوط هيدا الحكي. شو اللي رح تعملي اليوم؟ رح أعمل هدية لفاني. شفتوا؟ قلت لكم، أنا تنقوست قبل شوي من الشباك وعرفت إنه عم تحضر هدية لفاني، وسمعتها عم تحكي هي وياها، اتفقوا بين بعضهم. طيب، مش مشكلة، رح ساعدك. اليوم رح نعمل زينة للطاولة تتحطها فاني على كل صحن. تتقول أنت محلك وين؟ كمان حتى بس محلك تريكسي، لا أنا هيدي لإلك. اوكي طيب هلا قرديت وصار فيي ساعدك. شو بدنا نبلش نعمل؟ على كرتونه خضراء بدنا نرسم شكل تفاح. اتفقنا. بنرسم العنقود بالاول والورقه، بيرجع التفاح. شو مهضومه، شاطره كثير بالرسم. رح اعطيك اياها انت تقصيها. أوكي. بس انتبهي جوال، من تحت في زيح بدك تقصيه كمان. اوكي اتفقنا. اوكي لازم يكونوا اثنين او وحده؟ اثنين، انا رح ارسم الثانيه وقصها وانت الاول. ما فينا نحط مثلا الكرتونه على بعضها ونقصها؟ بلا فينا، بس الثانيه بدون عنقود. اوكي لكن انا بقص انا وحده لوحده. رح تعملي كمان محل لبيلي ومحل ليال؟ اكيد. بنرسم تاني زيح من النص بس من فوق هالمرة. وليش وحدة من فوق وحدة من تحت؟ تنحطهم ببعضهم هلا بتشوفي. اوكي. وهيدي التفاحة التانية نصها صار جاهز. بتحبي التفاح؟ كثير، وفوائده كثيرة للتفاح. فاني قالت لي إنه ما بفيد. مش مزبوط، مش معقول هيك تقول لك فاني. هي هيك قالت لي. ما هي بتعرف كثير منيح. أكيد جوال؟ ليش عم بتكذب اليوم؟ ما عم بكذب. وبتعرفي كمان إنه بيلي خبرني إنه التفاح كثير صعب نهتم فيه ولازم يعيش بالمناطق اللي كثير مشوبة؟ مش مزبوط، مش معقول هيك يقول لك بودي، انا ما عم صدق. طفله ما تصدق. رح يكبر منخارك. ما قصيت من تحت. يلا. رح يطول منخاري؟ ليه بده يطول منخاري؟ مثل بينوكيو. عرفتي يعني ليش عم كذب. مزبوط كنت عم كذب، اكيد التفاح فوائده كثيرة، ومش مزبوط وقت اللي قلت لك انه بيلي قال لي انه الشجر بيعيش بالمناطق اللي كثير دافية، بالعكس. عم تعمل مثل بينوكيو. صح، بس في سبب. ورح تعرفيه بالاخر. فوتناهم ببعض؟ ايه صاروا بيوقفوا على الطاوله. شوف لكن قصينا وحده من تحت وحده من فوق، وهيك صارت التفاحه بتثبت وبتوقف. رح نكتب اسم فاني. تكتبي انت؟ اوكي. هيدا اسم فاني. هلا لازم نعمل وحده لليال ووحده لبيلي، هيك لنعملهم صفر، اوكي؟ يلا. طيب انا بهالوقت رح فرجيكي ليش كنت عم كذب؟ لأنه وصل لي هالرسمة. حلوة؟ كثير حلوة. هيدي رسمة من سيدريك فرح، سيدريك هو بصف الأوبي دو، كاتب لنا إنه هو بصف الأوبي دو، يعني عمره تقريباً 7 سنين. سيدريك كثير حلوة رسمتك، والتلوين كمان الملون وكثير مرتب، مش مزبوط؟ مزبوط، مش مطلع برات الزيح. صح. نحن بنشكر سيدريك وبنشكر كل أصحابنا اللي عم يبعثوا لنا ميلز حلوين كتار على برنامجهم فان فارم. عناويننا عم تقطع قدامكم على الشاشه، هيدون وانتم كمان اعملوا اشغال يدويه كثير حلوه وبعثوا لنا اياها،
وانا كنت عم بمزح معها لفاني، انا كنت عم بمزح معها لتريكسي، مش معقول ابدا ازعل، انا بحبها هي وفاني، وفي انا كمان اعمل هديه لفاني ولليال ولبيلي ولالك. يلا خليني انا ساعدك، بدنا كرتون اصفر. اوكي يلا رح روح جيب. خليك نشجع كل يلي عنده هواية مميزة يبعث لنا فيلم لإلو عم بيمارس هالهواية اللي هو بحبها ونحن بنعرضه ببرنامجكن. اليوم عم نشوف صور لأندريا خليفة. أندريا عمرها 6 سنين، بلشت تدرس باليه بعمر 4 سنين، بتحب كتير تتعلم فيولون، هي كتير شاطرة وكتير رايقة، بتسمع الكلمة وبتهتم كتير بأختها، بتحب كتير الكلاونز، بتحب تاكل آيس كريم بس بتخاف من العتمة. أندريا اليوم رح منشوفها عم ترقص. جاهزين؟
معقول نعرف مين الرابح قبل ما نعرف شو السؤال. كل جمعة عم نسألكم سؤال وانتم عم تجربوا تجاوبوا على هالسؤال، والرابح واحد. كل جمعة بنعرف مين هو. سؤال هيدا الأسبوع هو، ركزوا كتير منيح، أي دولة هي الأولى بإنتاج التفاح بالعالم؟ هل هي كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين؟ أنتوا لازم تجاوبوا على هالسؤال ونحن رح ننقي مين الرابح. فكروا كتير منيح وجاوبونا. أكيد فيكن تبعتولنا أجوبتكن على العناوين اللي عم تقطع قدامكن على الشاشة، ونحن وقت اللي منختار رح تعرفوا كمان الرابح عبر هالعناوين كمان. التكنولوجيا كتير مهمة لنقدر نضلنا نحن وياكن ان تاتش، ومن خلال هيدي الفقرة انتو فيكن تبعتولنا صوركن ونحن بنعرضن بفان فارم. صورة اليوم هي صورة جاني. جاني عمرها 9 سنين مع كلبتها بيانكا يلي عمرها سنة واحدة. كتير حلوة هالصورة جاني. بتقول جاني انه هي بتحب كتير كلبتها، وكلبتها بتحب تستقبلها وقت اللي بتوصل من المدرسة. ثانك يو لك جاني. نحن كمان بنشجع كل اصحابنا اللي بيحضروا فان فارم وبحبوا الحيوانات يبعتوا لنا هن كمان صورهم على العناوين اللي عم تقطع قدامكم على الشاشة. Squawky, I am always happy. I sing and dance with all my friends. I am the squirrel Squawky. L'écureuil Squawky, c'est toi. Tu chantes tout le temps. Tu sautes, tu danses, tu te balances. L'écureuil Squawky, c'est toi. L'écureuil Squawky, c'est toi. Tu chantes tout le temps. Tu sautes, tu danses, tu te balances. L'écureuil Squawky, c'est toi. L'écureuil Squawky, c'est moi. Je chante tout le temps. Je saute, je danse, je me balance. L'écureuil Squawky, c'est moi. Between the trees, I jump, I freeze. Gently like you breathe. A small detail, my lovely tail, they mark me in the white bill. I do a trite and a blind bite. My teeth are very, very white. Have you ever seen a friend like me? My name is Squirrel Squawky. L'écureuil Squawky, c'est toi. Tu chantes tout le temps. Tu sautes, tu danses, tu te balances. L'écureuil Squawky, c'est moi. Je chante tout le temps. Je saute, je danse, je me balance. L'écureuil Squawky, c'est moi. J'ai sorti dans les brindilles en cadence, je danse. Je m'éclabousse dans la mousse, quel grain de frimousse. Je trépaille dans les broussailles, je dors les longs voyages. Je trottine dans les vignes, je roule, je m'enroule. L'écureuil Squawky, c'est toi. Tu chantes tout le temps. Tu sautes, tu danses, tu te balances. L'écureuil Squawky, c'est toi. Un instant, j'ai Squawky. Mahno mo et Tenezaki. Pour un souhait blanc, me chasse la pâte, mon et qu'il les chinti. Tige ma bendo, bussai fi, qu'il la kaya, oui. Nous barons à tiens de fait. Bichette les zip de fait. Bête d'un fait qu'on t'a razan. Tidna elvein et l'arsa. Squawky, singe et belle kajoul. Nul attaché, mich ma houle. Tu chantes tout le temps, tu sautes, tu danses, tu te balances. L'écureuil Squawky, c'est toi. L'écureuil Squawky, c'est moi. Je chante tout le temps, je saute, je danse, je me balance. L'écureuil Squawky, c'est moi. Moi je saute et je grignote. Squawky, on m'appelle. Left hand, et de chemin, ou rahan ad. 1, 2, 3, 4, 5. Right hand, id yamin. 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 10 sabiya. نحن عنا 10 sabiya.
قربت تخلص حلقة فانفار، على أمل نكون عم نزرع بقلوبكم الحلوة والصغيرة بذور لمستقبل واعد ومزهر بالفرح واحترام البيئة. وبالسلام ما مننسى أنه بآخر كل حلقة قلنا موعد مع المغامرة والخيال وعالم الحكايات الساحر وقصة جديدة مع ليال. كان يا ما كان، قصتنا لليوم حقيقة ولا خيال؟ ماما زهقت، أنا رايح ألعب حد الشجرة فتش بالحشيش عأشيا طيبة أكلها. قبل ما تجاوبه أمه كان الصوص الصغير حمل حاله وراح صوب باب المزرعة. ما تبعيد كتير يا ماما، خليك قريبة من الشجرة تضل أقدر شوفك، ما تشغل بالي. أوكي مام. الصوص الصغير كتير بحب يلعب بالبرية، دايماً بيكتشف إشياء جديدة وحلوة هونيك. بس اليوم غير كل الأيام، لأنه اليوم وقعت السماء على راسه. كيف؟ ما بيعرف. كل اللي بيعرفه هو إنه قد ما انشغل بالحشيش والأزهار والحشرات صار يبعد شوي شوي عن الشجرة، وفجأة بيوقع شي على راسه. بوم! أخ أخ أخ! بيطلع شمال؟ يمين؟ قدامه؟ وراه؟ ما بيلاقي شي. بس لما بيطلع لفوق تيشوف من وين جاي هالشي الغريب، بيشوف انه السما الزرقاء الصافية فيها ثقب فوق راسه تمام، يعني اكيد انه هالقطعة من السما وقعت على راسه. ركض السوس الصغير بسرعة عند امه. ماما 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 الحقيني، وقعت السما على راسي. شو عم تحكي؟ مثل ما عم قلك ليكي ورم راسي، فرجيني. يه. طيب وين كنت واقف؟ هون ليكي السما مثقوبة، يعني أكيد إنه هالقطعة من السما وقعت على راسي. أنا ما بحياتي سمعت إنه السما بتوقع. مشي مشي عند بيك الديك تنشوف. ركض الصوص الصغير والدجاجة أمه بسرعة عند بيو الديك. بابا 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 لحقني، وقعت السما على راسي. شو عم تحكي؟ مثل ما عم قلك ليك ورم راسي، فرجيني. يه. طيب وين كنت واقف؟ هون ليك السما مثقوبة، يعني أنه أكيد هالقطعة من السما وقعت على راسي. أنا ما بحياتي سمعت أنه السما بتوقع. مشي مشي عند جارتنا البطة تنشوف. ركض الصوص الصغير والدجاجة أمه وبيو الديك بسرعة عند جارتهم البطة. جارتنا البطة جارتنا البطة الحقينا، وقعت السما على راسه. شو عم تحكوا؟ مثل ما عم نقلك ليكي ورم راسه، فرجيني. يه. طيب وين كنت واقف؟ هون ليكي السما مثقوبة، يعني أكيد إنه هالقطعة من السما وقعت على راسي. أنا ما بحياتي سمعت إنه السما بتوقع. مشوا. وهيك قضوا من بيت لبيت لبيت، راحوا عند البجعة والكنار والحسون والبلبل. تصارت كل الضيعة عارفة بقصة الصوص الصغير. ولما ما وصلوا لنتيجة قرروا يروحوا لعند الشيخ الكبير الحكيم طائر البوم. تعجب الصوص الصغير لأنه عادة ما حدا بيزعج الشيخ، كيف إذا نايم من كل قلبه مثل اليوم؟ بس هلأ خلص وعي طائر البوم وقال شو عم بيصير؟ ليش كل الضياع عندي؟ ركض الصوص الصغير بسرعة لعنده وقال شيخنا وقعت السما على راسي. شو عم تحكي؟ مثل ما عم قلك ليك ورم راسي، فرجيني. يه. طيب وين كنت واقف؟ ركض الصوص الصغير وطار البوم ولحقون كل الدواجن على البرية. هون ليك السما مثقوبة، يعني أكيد إنه هالقطعة من السما وقعت على راسي. يا صغير أنا مطرحك كنت بلشت آكل شقفة السما قبل ما حدا غيري ياكلها. صار لي زمان ما ضحكت من كل قلبي. يلا صحتين. دلوا على شي لونه أحمر بكعب النزلة مدور هيك. ما فهمت شو هيدا؟ هيدي تفاحة، بده يكون هب الهوا وقعت من شجرة التفاح لحدنا وبعدين نزلت لآخر النزلة. والأبيض اللي شايفه بالسما هيدي غيمة. ليه كيف عم تمشي مع الهوا؟ إذا بتطلع فيها منيح رح تلاحظ إنه شكلها بيتغير مع الوقت. يه. مزبوط. يلا هلأ نزال كل التفاحة وشوف شو طيب. وهيك
نزل الصوص الصغير وبلش ينقود التفاحة. يمي شو طيبة هاي، أطيب شي أكلته بحياتي. يا ريت كل يوم توقع السما على راسي، هيك بتعلم شي جديد وباكل اشياء كتير طيبة. وهيك خلصت قصتنا لليوم. أنا بشوفكن بحلقة جاية. باي. نهارنا يا أصحاب، راح الضو وإجا الليل. صرتوا حافظين هيدي الغنية يلي على طول منودع فيها كل أصحابكم بفانفار. وهلأ صار وقت أنا كمان ودعكم. بشوفكم بالحلقة اللي جاية. باي.